هذا الكورس الحقيقة أساليب البحث العلمي باللغة العربية موجه لبرنامج الدي بي إيه. إحنا انتهينا مع الطلاب من مقدمة عن البحث العلمي، ودلوقتي هنكمل الموضوعات المتبقية إن شاء الله. زي ما قلنا، البحث العلمي يحتاج إلى معرفة كبيرة عميقة بالاستاتيستكس الإحصاء، ولذا أنا هنا بفكر الطلبة بالريسيرش داتا. البيانات بيتم تقسيمها عدة تقسيمات، في البيانات الكمية كوانتيتيف داتا وفي كواليتيتيف داتا، في كمان تقسيم بيانات ثانوية سكندري داتا وبيانات برايمري داتا. المتغيرات اللي شرحناها في منها متغيرات متصلة ومتغيرات منفصلة، وطرق عرض البيانات الحقيقية سواء البيانات الكمية زي التوزيع التكراري أو البيانات الوصفية الرسم البياني زي الباي بار تشارت. كمان بنفكر الطلاب بأن وظيفة الإحصاء هي تلخيص البيانات عن طريق مقاييس النزعة المركزية زي المتوسط والوسيط والمنوال، وأيضا مقاييس التشتت اللي بتقول لنا هل معظم أفراد العينة أو المجتمع كلاستر حوالين النزعة المركزية ولا لأ، عن طريق مقاييس تشتت وأبرزها طبعا الانحراف المعياري. المعاينة الحقيقة لو الطالب عنده population ممكن هيعمل بحث على البوبيوليشن، ولكن ده بيحتاج إلى وقت وجهد ومال، ولذا ربما يلجأ إلى المعاينة sampling. لكن في أسباب تدعو الباحث إلى إن هو يشتغل على population، إنه يتجنب احتمال إن العينة غير ممثلة للمجتمع، ويتجنب أخطاء المعاينة sampling errors، وعدم ارتياح الباحث للنتائج اللي جاية من خلال المعاينة. أول خطوة في المعاينة إن يكون عندنا population frame اللي هو إطار المجتمع، وليكن مثلا جميع الطلاب في الدي بي إيه أو جميع الطلاب الوافدين في برنامج الدي بي إيه وهكذا، وبعدين نختار العينة من إطار المجتمع، يا إما معاينة عشوائية لكل وحدة من مفردات المجتمع نفس الاحتمال ونفس الفرصة في الدخول في العينة، أو معينة غير عشوائية اللي هي بتبقى اختيار من الباحث. وتحت كل نوع من المعينة في عدة أنواع. أهم حاجة إن المعينة العشوائية أفضل من زاوية إن هي بتسمح بالتحليل الإحصائي لاختبارات الفروض، ومن ثم تعميم النتائج. بفكر الطلاب بأخطاء المعينة sampling errors اللي هي بتنشأ من فرق الدقة بين الحصول على البيانات من المجتمع والحصول على البيانات من العيان. أخطاء المعاينة من منظور الاستاتيستكس بتقسم إلى الخطأ الأول اللي هو احتمال رفض فرض العدم وهو سليم، وده اسمه تايب 1 ايرور أو ألفا أو مستوى المعنوية significance level. والخطأ الثاني اللي هو احتمال قبول فرض العدم وهو غير سليم، وده تايب 2 ايرور واسمه بيتا أو مستوى الثقة confidence level. الحقيقة بقى في عندنا أساليب للبحث العلمي، منها أسلوب المسح السيرفي. بعض الكتاب بتوع البحث العلمي يقولوا إنه المسح أو السيرفي وأهم أداة بتستخدم هي الكوتشينير، ده طريقة لجمع البيانات وليس أسلوب للبحث العلمي. لكن خلينا نتجاوز ده ونقول انه في العلوم الاجتماعية وعندنا بعض التخصصات في الادارة زي ادارة التسويق وادارة الموارد البشرية بيستخدم السيرفي او اسلوب المسح اكتر، بينما مثلا في الادارة المالية والانتاج بيستخدم اساليب كمية اكتر. المسح هي الحصول على المعلومات خلال فترة زمنية معينة من البوبيوليشن المجتمع او العينة، وفي ثلاث طرق للتواصل: تواصل شخصي او مقابلات شخصيه او الاستقصاء الكوتشينير، وده اللي هنركز عليه اكتر. المهم انه المسح بيبقى له اخطاء، في اخطاء خاصه بالباحث زي ان هو مثلا يحط اسئله غير معبره او غير دقيقه، وفي اخطاء خاصه بالمستقصى منهم زي مثلا ان هم ما يردوش او يجاوبوا اجابات غير موضوعية أو يتكلموا على ما يجب أن يكون وليس ما هو كان. أيضا
عندنا أخطاء المعاينة. كل الأخطاء دي سواء غير المعاينة أو المعاينة يجب أن يحاول الباحث إن هو يقللها بقدر الإمكان. الاستقصاء باعتباره اللي هو الكوتشينير عبارة عن أسئلة من خلالها بيجمع الباحث البيانات والمعلومات اللي هو هيقدر يختبر من خلالها الفروض بتاعته. يجب إن هي يكون مصمم بطريقة جيدة، فيراعي إن الأسئلة تركز مباشرة على المشكلة موضع البحث، تبقى في صورة مقلة ودلة وليس مقلة وخلة، لغة بسيطة واضحة، البعد عن الألفاظ اللي هي صعبة، كمان تبقى تتناسب مع المستوى الثقافي بتاع المستقصى منهم، ما يبقاش فيها نوع من الحساسية أو متحيزة أو مضللة أو موحية أو مبهمة، كمان ما يبقى لهاش معنى مزدوج. من الأفضل عشان الباحث يتلافى العيوب السابقة إن هو يطبق ما يطلق عليه الدراسة الاستطلاعية Pilot Study، يبعت عدد قليل من قوائم الاستقصاء لعدد منتقى من العينة ويشوف ردود أفعالهم ويقدر يتخلص من بعض الأخطاء الظاهرة. كمان يعمل أسئلة رقابية تراب كويتشنز، يعني يصيغ سؤالين صياغة مختلفة أحطهم في مكانين مختلفين لكن الإجابة بتاعتهم هتبقى واحدة، هيعرف من خلالها المستقصى منهم اللي هم بيجاوبوا إجابات غير موضوعية. وكمان يجب إن الأسئلة تصاغ بطريقة زي مثلا ليكارت سكيل، تدرج ليكارت، علشان تبقى قابلة للتحليل الإحصائي. فممكن سؤال اختار درجة الرضا عن الخدمة المقدمة نقول عالية جدا، عالية، محايدة، منخفضة، منخفضة جدا. كمان تنظيم قائمة الاستقصاء لابد ان احنا نديها اهتمام، يبقى فيها طلب تعاون في اول صفحة والطباعة بتاعتها تبقى جيدة وعدد الاجمالي بتاعها يبقى مناسب ما يستهلكش وقت المستقصى منهم، وتتدرج من الاسئلة الاسهل للاصعب وتبعد عن الاسئلة الحساسة أو نخليها في آخر القائمة، والترتيب بتاعها يبقى منطقي بمعنى إن في أسئلة إجابتها تترتب على إجابة أسئلة قبلها فلازم تيجي قبلها، وكمان لازم برضو نستخدم دراسة استطلاعية. في نوعين من الأسئلة، في أسئلة ذات نهاية مغلقة الميزة بتاعتها إن هي ستاندردايزد نمطية، ممكن تكويدها بسهولة، سهلة بالنسبة للمستقصى منهم، ولكنها عيوبها هي المزايا بتاعت النوع الآخر ذات النهاية المفتوحة اللي هي تعتبر الحقيقة استكشافية بالنسبة للباحث. لما يكون ما عندوش إجابة مسبقة والمستقصى منهم ذوي مستوى مرتفع يقدروا يدوله إجابات هو ما يعرفهاش عن الأسئلة أو يدوله معلومات هو ما يعرفهاش، فدي بيسيب للمستقصى منهم هو يجيب، ما بيدلوش هو إجابات ولكن التفصيل بيرجع للمستقصى منهم والكلام اللي هو بيقوله. فيها مزايا ولكن أيضا فيها عيوب، بتاخد مجهود كبير ووقت كبير ويصعب تكويدها. بالنسبة لتوزيع قوائم الاستقصاء لابد من مراعاة التكلفة والوقت، علشان خصوصا لو كان المستقصى منهم منتشرين على نطاق جغرافي كبير، ويحاول الباحث ياخد معدل ردود عالي علشان ده اللي هيفيده في الحقيقة في إجراء الاختبارات الإحصائية، وده مرتبط بحجم العينة أو حجم المجتمع إذا جاز لينا نقول كده. كمان الباحث لازم يدي اهتمام للكفر ليتر الصفحة الأولى، يبقى يحسس المستقصى منه إن دي خاصة بيه هو ويطلب منه التعاون بأدب، ويتعهد بأن هو لن يستخدم معلومات إلا في حدود غرض البحث، والتعريف طبعا بالباحث وغرض البحث. انا هنا الحقيقه بتكلم بفكر الطلبه بتحليل الانحدار، انا قلته في مواضع مختلفه لكن تحليل الانحدار هو من اهم اساليب البحث العلمي، ويندرج تحتيه انواع مختلفه. فعلى سبيل المثال عندنا احنا مثلا في الاداره الماليه، ادوارد اولتمان لما حب يعمل نموذج للتنبؤ بالفشل المالي، يعني هل النموذج ده يقدر يقول لنا الشركة دي سوف تفشل والشركة دي سوف تنجو من
من الفشل المالي، استخدم discriminant regression model. في ما عندنا stepwise regression model لو كان عندنا متغيرات مستقلة كتيرة، يعني في عندنا أنواع مختلفة الحقيقة. فالريجريشن بفكر الطلبة ممكن يبقى simple regression model، نموذج انحدار بسيط لو كان عندي متغير مستقل واحد اكس بنشوف تأثيره على المتغير التابع واي، وممكن يكون عندي عدة متغيرات مستقلة اكسز، يبقى ده multiple regression model انحدار متعدد. والانحدار على سؤالين مهمين، السؤال الاول هل المتغير المستقل او المتغيرات المستقلة ليها تأثير معنوي على المتغير التابع ولا لا، وكمان ممكن التنبؤ بقيمة المتغير التابع مستقبلا اذا كان عندنا تقدير لقيمة المتغير او المتغيرات المستقلة. من اهم مخرجات تحليل الانحدار الار سكوير او معامل التحديد coefficient of determination، لو طلع مثلا 60% ده معناه ان المتغيرات المستقلة في النموذج التغيرات اللي فيها على مدار فترة التحليل تفسر 60% فقط من تغيرات في المتغير التابع، وبالتالي الفرق اللي هو 40% بيمثل الايرور الخطأ. هذا الخطأ في الحقيقة مهم جدا، لانه قد ينشأ من ان الباحث ما خدش في الاعتبار متغيرات مهمة، او ان في مشكلة مالتي كولونياليتي تأثير متبادل بين المتغيرات المستقلة. طبعا لا يخفى عن الطلبة انه كل متغير مستقل بنختبر تأثيره على المتغير التابع من خلال التي تيست، والنموذج ككل بنختبر معنويته من خلال الاف تيست. وفي طبعا statistical package زي منتاب وزي اس بي اس اس وزي ساس وراتس، وفي عندنا في الاقتصاد كمان e-views. دلوقتي الحقيقة بفكر الطلبة باختبارات الفروض، ده جزء هام جدا. الفروض هي توقعات النظرية، وكمان بفكرهم ان حتى الاسامشنز الافتراضات بيتم تحويلها الى فروض تختبر، واهم حاجة ان تصاغ الفروض بدقة وبطريقة علمية في صورة فرض العدم النل هايبوسيس بحيث ان احنا هنقبل ولا نرفض الفرض. في الحقيقة لازم برضو الطلبة تاخد بالها من نقطة مهمة جدا اتكلمت عنها، ألا وهي مستوى المعنوية اللي عنده بنقبل أو بنرفض فرض العدم. ده بيمثل الحقيقة مستوى المعنوية. يجب أولا الباحث يدينا نتائج عند مستويات المعنوية المختلفة 99% 95% و90%، والحساسية بتاعت الموضوع اللي هو بيدرسه، يعني الأدوية في حساسية شديدة لأنها مرتبطة بصحة الإنسان أو الحيوان، فممكن تحتاج إلى مستوى معنوية عالي، في حين أن منتج آخر وليكن ملابس ممكن يبقى محتاج أن احنا نقبل أو نرفض عند مستوى معنوية أقل. اختبارات الفروض الحقيقة مهمة جدا، وأنا ضارب عدة أمثلة هنا. الحقيقة ما يتبقى من سلايدز في هذا الفايل هي أسئلة في صورة عبارات صواب وخطأ مع التعليل بإيجاز، بتغطي المنهج كله 20 عبارة، علشان لو لم يقدر لينا ان احنا يبقى فيه امتحان منتصف يبقى ممكن ان شاء الله الامتحان النهائي اللي بيغطي المنهج كله يبقى من تلك الأسئلة. شكرا، وأتمنى لكم التوفيق ان شاء الله.